الطلاب والطالبات الكرام، أعزائي المشاهدين في أرجاء هذا الوطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معكم دروسنا في مقرر الأحياء 2 على قناة عين، أقدمها لكم أنا حمود كفات. درسنا لهذا اليوم هو الجهاز الهضمي. ولو سألت سؤال أو لو تساءلت هل سبق لك أن تساءلت أين يذهب الغذاء عندما تقوم بابتلاعه؟ ما هو الجهاز الهضمي؟ يقول الله عز وجل في محكم كتابه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الجهاز الهضمي يقوم بعمليات كثيرة في تحويل الطعام من جزيئات كبيرة إلى جزيئات صغيرة. هذا الطعام الذي يحمل الطاقة الكامنة يقوم الجهاز الهضمي بتحويله وتحريره لإذابته في الماء. الهدف من الجهاز الهضمي هو أن يقوم بتحليل المواد الغذائية وتحويلها إلى جزيئات صغيرة ليتمكن الجسم من امتصاصها. هناك وظائف للجهاز الهضمي. أول وظائف الجهاز الهضمي، طبعا هذه الوظائف تنقسم إلى ثلاثة، وهذه الثلاثة وظائف يعني على ثلاثة مراحل ينتقل الغذاء من خلالها في الجهاز الهضمي، ويقوم الجهاز الهضمي بتحقيق هذه الأهداف، وهذه هي وظيفته. أول وظيفة يريد الجهاز أو جهازك الهضمي تحقيقها هو تقطيع الطعام وطحنه. إذا أول غذاء يدخل إلى داخلك عن طريق الفم لابد أن يتم هضمه وتقطيعه عن طريق الأسنان وعن طريق أيضا المادة الكيميائية إنزيم الأميليز. المرحلة الثانية وهو تحليله وامتصاصه. المرحلة الثانية أن يقوم هذا الجهاز بعملية تحليل هذا الطعام وثم امتصاصه، وفي المرحلة الثالثة يتخلص من المواد الغير قابلة للهضم. هذه الثلاثة وظائف سوف ندرسها معا بإذن الله تعالى في الشرائح القادمة. تركيب الجهاز الهضمي، مما يتركب الجهاز الهضمي؟ يتركب الجهاز الهضمي من أعضاء القناة الهضمية، وهذه الأعضاء لكل عضو وظيفة معينة يقوم بها اتجاه هذا الغذاء الذي يدخل في داخلك. وملحقات القناة الهضمية، وسوف نعرف ملحقات القناة الهضمية بعد قليل، وهي عبارة عن الكبد والبنكرياس، سوف يعني نمر عليها بعد قليل. إذن القناة الهضمية عبارة عن الفم، مثل ما أنت شايف الفم، ويحدث داخل هذا الفم اللي هو الهضم الميكانيكي الحركي. يقوم الفم بواسطة اللسان، تحريك اللسان وبواسطة الأسنان، بطحن هذا الغذاء وتقطيعه حتى يعني يستطيع الإنسان ابتلاعه والانتقال للمرحلة التالية. المريء، وسوف نتحدث أيضا عن المريء، وهو عبارة عن أنبوب عضلي يقوم بإمرار أو تمرير الطعام من خلاله، وطوله 25 سنتي. المعدة، في المعدة أيضا يحدث عبارة عن هضم ميكانيكي حركي، يعني تقوم عضلات المعدة بعملية هضم الغذاء بطريقة حركية وإضافة إلى الهضم الكيميائي. الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الدقيقة سوف أيضا نتحدث إليها، لأن في الأمعاء الدقيقة تستقبل إنزيمات
من الأجهزة الملحقة من الكبد ومن البنكرياس لعملية إذابة وتحليل الغذاء، وكذلك الأمعاء الغليظة. ينتقل الغذاء عن طريق الفم إذن، ثم المريء، ثم المعدة، ثم الأمعاء والأمعاء الغليظة وإلى الخارج. نفصل الآن. أخذنا في الشرائح السابقة وأخذنا أو تعرفنا على أن الهضم ينقسم إلى قسمان: هضم ميكانيكي حركي، وهو تقطيع الطعام إلى جزيئات باستخدام طحن الأسنان في الفم أو انقباض عضلات المعدة، وهضم كيميائي، وهو تحويل الوحدات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، ولكن عن طريق مادة كيميائية تفرزها الأجهزة الملحقة، وأيضا تفرز المعدة. يعني في الفم مثلا على سبيل المثال يحدث هضم كيميائي بإفراز غدة اللعاب لإنزيم الأميليز، وفي المعدة يفرز جدار المعدة أو الغدد المعدية تفرز غدة أميليز، أو عفوا تفرز إنزيم البيبسين. الفم إذن يتم في الفم هضم ميكانيكي المضغ والتقطيع مثل ما ذكرنا، وهضم كيميائي يفرز اللعاب إنزيم الأميليز الذي يحول النشويات إلى سكريات بسيطة، تقوم الأسنان بطحن الغذاء وتقطيعه. المريء عندما قرر الإنسان ابتلاع الطعام يقوم لسان المزمار، وهو صفيحة غضروفية صغيرة، على تغطية القصبة الهوائية. يعني في بعض الأحيان إذا تعجل الإنسان بالطعام والشراب قد يتعرض إلى أن الطعام يدخل من القصبة الهوائية فيسبب مشكلة، لذلك لا بد أن يتغذى الإنسان الطعام بطريقة هادئة حتى لا يتعرض لهذه المشكلة، لأن إذا تغذى بطريقة هادئة سوف يجعل اللسان المزمار يتحكم بعملية البلع وقفل منطقة القصبة الهوائية ودفع الغذاء إلى المريء. يمر الطعام من خلال البلعوم إلى المريء، والمريء هو عبارة عن أنبوب عضلي طوله 25 سم. ينتقل الطعام عبر المريء إلى المعدة، هذه المعدة وهذا المريء، من البلعوم إلى المعدة عن طريق المريء. يستطيع الإنسان ابتلاع طعامه ولو كان على عقب، يعني لو كان الإنسان حتى معلق بشكل مقلوب يستطيع أن يمرر الطعام من خلال المريء عن طريق حركة تسمى الحركة الدودية. في المعدة، المعدة عبارة عن كيس، أو عضو المعدة عبارة عن كيس عضلي مكون من 3 طبقات من العضلات الملساء، والمعدة إذا كانت فارغة فهي يعني تتسع إلى 50 ملل، وممتلئة تتسع إلى 4 لتر تقريبا. هذه المعدة من الداخل. هذا المريء هنا فتحة تسمى فتحة فؤادية، وفي يدخل من خلالها تقوم بتنظيم الطعام، دخول الطعام إلى داخل المعدة، بينما عند خروج المعدة خروج عفوا الغذاء من المعدة هناك فتحة تسمى الفتحة البوابية التي تنظم خروج الطعام. درجة البيئة والرقم الهيدروجيني 2، أي أنها في وسط حمضي بسبب إفرازات الغدد المعدية. تفرز الغدة المعدية مادة حمضية تجعل الوسط داخل المعدة حمضي جدا، لدرجة أنها تقتل الميكروبات التي قد تدخل من خلال طعامك، مثل إنزيم البيبسين، وتحمي جدران المعدة مادة مخاطية. يعني هذه المعدة من الداخل الإنزيم جدا حارق، ويمكن أن تتضرر جدران المعدة من الداخل، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لجدران المعدة من الداخل مادة مخاطية تحميها من الإنزيم.
تستقبل المعدة الطعام من خلال الفتحة الفؤادية كما ذكرنا، يهضم الطعام بواسطة انقباضات عضلية ميكانيكية وكيميائية بواسطة إنزيم الببسين. يتحول الطعام بعد انتهاء هضمه داخل المعدة لمادة خامية تسمى كيموس، ثم تقوم الفتحة البوابية بتنظيم خروج الكيموس إلى الأمعاء. إذا الفتحة البوابية تقوم بتنظيم، طبعا بعد هضمه في المعدة بواسطة الهضم الميكانيكي وأيضا الهضم الكيميائي، الكيميائي بواسطة إنزيم الببسين، يتحول هذا الغذاء إلى مادة خامية تسمى كيموس. ننتقل إلى الأمعاء الدقيقة. في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الدقيقة هي أنبوب طويل جدا تلتوي داخل البطن، يصل طولها إلى 7 أمتار تقريبا، وقطرها 2.5 سنتي، عرضها 2.5 سنتيمتر. تعتمد الأمعاء الدقيقة على الأعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي لإمدادها بالإنزيمات الهاضمة، الأعضاء الملحقة مثل الكبد والبنكرياس. تستقبل الأمعاء الدقيقة الكيموس القادم من المعدة، وتقوم بتحليله وتفكيكه إلى وحدات أساسية بسيطة، يتم امتصاص فوائد الغذاء داخل الأمعاء الدقيقة عن طريق الخملات. هذه الخملات عبارة عن مصات موجودة في داخل الأمعاء لجدران الأمعاء، تقوم بعملية امتصاص فوائد الغذاء بعد طحنه. نحن ذكرنا في السابق أن الجهاز الهضمي يعتمد على 3 وظائف، أولها أن يقوم بتقطيع هذا الطعام وهضمه، الوظيفة الثانية هو أن يقوم هذا الجهاز بتحليل الطعام وامتصاصه، وهذا ما يحدث في الأمعاء الدقيقة. إذا الأمعاء الدقيقة هي المسؤولة عن امتصاص الفوائد، تحليلها عن طريق إنزيمات هاضمة من خلال البنكرياس، وأيضا يقوم الكبد بإفراز العصارة الصفراوية. في الأمعاء الغليظة، الأمعاء الغليظة طولها يصل إلى 1.5 متر، وقطرها يصل إلى 6 سنتي، ونفس تتكون طبعا في عرضها أكثر عرضا، هي من الأمعاء الدقيقة ولكنها تعتبر يعني أقصر بكثير، الأمعاء الدقيقة طولها يصل إلى 7 متر. الأمعاء الغليظة تقوم بهضم الغذاء الذي لم يعني أو سحب بقية الفوائد التي لم تستطع الأمعاء الدقيقة سحبها، ثم يعني بقية الغذاء يرسل إلى الخارج بوضعية صلبة. تتكون الأمعاء الغليظة من الزائدة الدودية والقولون والمستقيم. يعني يهم من القولون، ليش؟ لأن القولون يوجد داخله بكتيريا معوية، يوجد داخل القولون بكتيريا معوية تعمل على إنتاج فيتامين ك وفيتامين بي اللازمة للجسم. يمتص الماء من بقايا الكيموس في الأمعاء في القولون الذي يوجد في الأمعاء الغليظة، يمتص بقايا السوائل الموجودة في الكيموس فيصبح صلب القوام، ثم يرسل إلى المستقيم الذي بدوره يخرجه إلى الخارج عن طريق فتحة الشرج. ما هي الأعضاء الملحقة للجهاز الهضمي؟ الكبد، ويعتبر الكبد أكبر عضو داخل الجسم وينتج المادة الصفراء المحللة للدهون. إذن الكبد يعتبر أكبر الأعضاء داخل جسم الإنسان، يفرز عصارة صفراوية يعني ترسل إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة، وفي داخل الأمعاء والغليظة والأمعاء الدقيقة قد تزيد العصارة الصفراوية، فترسل بقايا العصارة الصفراوية إلى الحويصلة أو المرارة، تقوم هذه المرارة بتخزين الزائد الذي أرسل من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة ليتم
هضمه فيها. البنكرياس يفرز إنزيمات لهضم البروتينات والدهون، يفرز سائل قاعدي لرفع البي اتش لسبعة. لابد أن تحدث معادلة، لأن احنا كما ذكرنا سابقا أن المعدة تقوم وسطها حمض جدا، فتقوم برفع أو بتغيير معدل البي اتش إلى 2 للمساعدة في هضم الطعام. هناك حقائق في علم الأحياء تتجدد. بطانة معدة الإنسان كل بضعة أيام، ويفرز الإنسان نحو لتر من اللعاب كل يوم. إذن نستطيع أن نلخص ما أخذناه في هذا الدرس في الجهاز الهضمي، أن الطعام يبدأ من الفم، يبدأ الفم باستقبال هذا الطعام، وتقوم الأسنان بطحن هذا الغذاء، بطحنه وتقطيعه، ويقوم اللسان بتقليبه، وتقوم أيضا غدة اللعابية بإفراز إنزيم الإميليز للمساعدة في ترطيب هذا الطعام، والمساعدة في أيضا تحفيز المادة الحركة أو الحركة الميكانيكية التي تحدث داخل الفم. بعد ذلك يدفع اللسان أو لسان المزمار الطعام الذي تم هضمه حركيا داخل الأسنان، يقوم بدفعه إلى المريء. يقوم البلعوم باستقبال هذا الطعام ودفعه، بينما اللسان يقوم بسد القصبة الهوائية. ينطلق الطعام عن طريق المريء بحركة تسمى الحركة البوابية. تستقبل المعدة الطعام القادم من البلعوم، وتكون درجة حموضة المعدة تصل إلى 2 حمضية. هذه المعدة جدرانها تفرز إنزيم البيبسين الذي يقوم بمساعدة في طحن الغذاء بطريقة كيميائية. تقوم المعدة بهضم الطعام أيضا بطريقة حركية. بعد انتهاء هضم الطعام في داخل المعدة، ينتقل الطعام عن طريق المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، عن طريق فتحة تنظم خروج الطعام من المعدة، ولكنه بوضعية مختلفة تسمى كيموس. تقوم المعدة بإرسال الكيموس إلى الأمعاء الدقيقة. تقوم الأمعاء الدقيقة الذي طولها يصل إلى 7 متر وعرضها إلى يعني يصل إلى وعرضها يصل إلى 1.5 متر، تقوم باستقبال الكيموس وتحليله. طبعا تقوم بتحليله بعد ما استقبلت من البنكرياس والكبد إنزيمات حارقة. الأمعاء الدقيقة، ترسل الأمعاء الدقيقة أو تقوم الأمعاء الدقيقة بإرسال الكيموس، ولكن بعد امتصاص الفوائد إلى الأمعاء الغليظة. في الأمعاء الغليظة يتم امتصاص ما تبقى بقدر المستطاع، ثم يقوم القولون بامتصاص السوائل الموجودة في الكيموس وتحويلها إلى مادة صلبة حتى يقوم المستقيم باستقبال هذه الزوائد الفضلات السموم وطردها إلى الخارج. أخذنا في هذا اليوم الجهاز العصبي أخذنا الجهاز الهضمي، وتعرفنا على وظائفه، وتعرفنا على أعضاء القناة البولية. وبإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل معكم دروس مقرر أحياء 2 بإذن الله سبحانه وتعالى في حصة قادمة. وتستطيع العودة إلى كتابك وجميع القنوات المتاحة
لك للاستزادة. نراكم في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.